مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، حضرنا الكريم، متواصلين بانطلاقات اشواطنا لهذا اليوم لسن الحقائق، مسافة 2 كيلومترات، بتواصل شعارات ابناء القبائل المتنافسين والمتواجدين على ارضية ميدان التحدي. ننطلق مع ركب المقدمة ومع الصدارة ومع الانطلاقة السريعة لنتابع اول المراكز. شكرا يا علي ابو شارب. ارى المقدمة والصدارة من قبل الدوحة، جابر بن راشد بن محمد الخيارين الهاجري مع المركز الاول والمركز الثاني من واقع شعار المعاضيد، وهنالك حدث على المركز الثاني، سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي مع المركز الثاني، المركز الثالث، ثالث المراكز، التواجد والتقدم يا ابن بريك من قبل جبارة، غانم بن محسن بن حمد المزايد النعيمي على المركز الثالث، المركز الرابع شقرا مبارك بن محمد بن علي السندوانة المري، والمركز الخامس الوصول والقدوم من قبل جبارة على المركز الخامس، وهنالك القادم على خامس المراكز والمتواجد مشهورة، شبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي من يقدم لنا مشهورة على المركز الخامس، وأتابع خلف الخمس أسماء قادمة واصلة، سيل جارف، شعارات منطلقة متواجدة بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقة الجميلة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، وأتابع اسم اخترق خارق الصوت والأسماء الخمسة المتقدمة، ولكن ما بذي عليها، بذي عليها مع الصدارة مع المقدمة. أرى شقرة غيرت مجريات هذا الشو، مبارك بن محمد بن علي السندوانة المركز الثاني، وصلت بهذه اللحظات نوف نوف، هذه الاسماء التي وعدتكم بقدومها، انطلقت الى اول المراكز، والخوف من نوف، هذه المتواجدة على الصدارة، عبيد بن سالم بن حمد الفيد المري، يقدم لنا نوف، يقدم لنا هذا الاسم المميز، الاسم الذي يتكون من 3 حروف مع انطلاقة اول المراكز، هي عذابي وغربالي، صدقك يا ابن بريك، انطلقت مع الصدارة، انطلقت مع المقدمة، انطلقت تقلص الفارغ بمسافة جميلة، انطلاقة رائعة، تعود المكيل عبيد بن سالم بن حمد الفهيد المري المركز الثاني. أرى القدوم من قبل جميلة، يا جميلة الجميلات، واصلة وراشد بن عبد الله بن مطر بالضبيعة، وهنالك البطيل غادم بشعاره، شعار العمالي والعمالة، ولكن مع رسمية، حمد بن عبد الله بن علي الفهيدة المري مع المركز الثالث، المركز الرابع، وصل البريدي مع انطلاقة المملكة أو مع انطلاقة وتواجد خبرة لحمد بن جلال البريدي. أعود مع الصدارة ليهني وأبارك لمالك جميلة من فازت معنا في هذا الشوط، التالي موصولة لمالك جميلة، راشد بن عبد الله بن مطر بضبيعة المركز الثاني، كان الوصول من قبل خبرة لحمد بن جر الله بن محمد البريد المري المركز الثالث، كان الوصول من واقع الشعار لمحمد بن عبد الله بن شريم المري المركز الرابع، كان الوصول من قبل رابع المراكز نوف لعبيد بن سالم بن حمد الفيد المري المركز الخامس، كانت الحاصلة رسمية على خامس المراكز بالفعل لحمد بن عبد الله بن علي آل فهيد المري. التهاني والتبريكات نزفها لمن حالفهم الحظ بهذه الانطلاقة وبهذه المنافسة الشيقة والصراع الذي دار في مجريات هذا الشوط الذي انقضى قبل قليل. نتابع معكم مشاهدينا الكرام ملخص شوط الذي انقضى قبل قليل لنشاهد الانطلاقات الجميلة واللقطات المميزة والتسللات الملحوظة من قبل الشعارات والأسماء الكبيرة. هذه هي جميلة، جميلة الجميلات، من حظت بالجمال والفوز مع انطلاقة أول المراكز، هذه لحظة قدومها إلى خط النهاية ولحظة فوزها معنا في هذا الشوط وبهذه الانطلاقة. توقيتها الزمني 3:07:89. التهاني والتبريكات لمالك جميلة راشد بن عبد الله بن مطر بالضبيعة على حصول جميلة على المركز الأول. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل خبرة،
توقيت الزمن 3 دقائق 8:99 الجزمة الثانية. التهاني والتبريكات لمالك خبرة حمد بن جار الله بن محمد البريدي الخبير في عالم التضمير ومن قدم لنا خبرة مع المركز الثاني. المركز الثالث إذن ثالث المراكز ينحجب رقمها عنا لن نتعرف على مالكها، نحيلها إلى لجنة الخط والتحكيم. توقيتها الزمن 3 دقائق 9:99 الزمن الثانية. نهني مالكها وكذلك نهني من حالفهم الحظ بهذه الانطلاقة وبهذه